أهلا بكم أعزائي المشاهدين في خبر اليوم نقدمه لكم مباشرة من قناتكم شوف تيفي. علمت قناة شوف تيفي بأن المدينة القديمة عاشت ليلة أمس الجمعة حالة من الاستنفار الأمني والذي بلغ درجات قصوى، حيث عملت فرقة تفكيك العصابات خلال حملة تمشيطية من إيقاف مجموعة من المتورطين في معركة دامية. لنتابع هذه الصور الحصرية لقناة شوف تيفي من مكان اندلاع هذا الانفلات الأمني الخطير. وحسب مصدر لشوف تيفي فإن خلافا نشب بين شخصين بالقرب من حمام بن كيران الشعبي قبل أن تتطور الأمور، حيث قام أحد الشبان الذين تشاجروا وأحدثوا فوضى بالمنطقة، وهو بالمناسبة سائق سيارة أجرة، باستدعاء أفراد حيه والهجوم على الطرف الثاني بالسيوف داخل منزل أسرته. لنستمع في هذا الصدد لعدد من التصريحات لشهود حضروا هذا الحادث الخطير. احنا كنا جالسين معلينا ما بينا جالسين، جا خويا طلع للدار حتى كنسمعوا الغوات، واحد داخل بموس اللي هز موس اللي هز حديده اللي هازين جايين هاجمين علينا، هرسوا لينا الشراجم هرسوا الجاج، جاو هنايا في هذا القنت هذا تجمعوا على خويا، بقاو كيعطيوه اللي عطاه بموس لتحت اللي كيضربوا الفخدو. ملي مشى خويا للسبيطار هبطوه، علاش خصهم هما يهبطوا دوك اللي هاجمين علينا ما هضروش معاهم، وخويا هبطوا علاش يهبطوا هما طالعين هاجمين علينا حتى للدار، هرسوا لنا الماعن هرسوا الجاج هرسوا الماعن، عندنا مرا كبيره بالقلب طاحت او بزاف جايين هاجمين علينا حتى للدار، وفي الاخر مهبطين خويا وما مهبطينهمش هما والو. خويا ما عرفتش كيفاش، مهم كان غادي، مهم انا ما عرفتش كيفاش على حساب ما تيعاودو، حيت حنا كنا في الدار ديك الساعه ناعسين. قالك هذاك اللي ضرب خويا كان حل الباب، خويا مشى نقز من فوق الباب، الاخر جا بدا كيدار هو ويا صافي، جا شي واحد ضربو، هو من ضربوه جا لخويا قالك لا خويا اللي ضربو، راه ماشي خويا اللي ضربو، واحد اخر اللي ضرب، هز جنوي وجاي هاجم عليه في الدار، كان غير يضرب دريه ماشي واحد ماشي جوج، بزاف هما جايين خوت وجايين هاجمين علينا حنا في الدار. واضافت المصادر ذاتها بان المصالح الامنيه اوقفت الى حدود ليله امس 3 مصابين، بينما تزال الابحاث جاريه لايقاف باقي المتورطين. الى هنا نصل واياكم اعزائي الافاضل الى نهايه خبر اليوم. طاقمه التقني والصحفي يحييكم، في امان الله.